مشاهدينا الكرام لباقي حصة بالمكشوف، كنا توقفنا دائما عند تصريحات عبد الحق بن شيخة رفقة زملاء سامي العماري معاذ نمرودي ومحللنا علي بن شيخ. نواصل هذه التصريحات التي كانت مثيرة ومثيرة للغاية، نواصلوا مع التصريح الذي يتحدث فيه عن تعامله مع اللاعبين واش قالوا له اللاعبين حول إشراك البعض كأساسي والبعض الآخر كاحتياطي. نستمع. قالوها لي اللاعبين ديالي، قالوها لي محمد هذا الشيء اللي قالك تقول فيه سي امبورطون. والله العظيم اللاعبين تاعي قالوا لي لا يظلم عنده احد كما الحبشه كما الحبشه. باسكو علاش انا نقدر نغلط في شونجمون، نقدر نغلط في شكون يبدا الماتش شكون ما يبداش، لكن باش ندير زكاره في ان جوار قال هذا ما نبغيهش ولا هذا قال لي ولا هضر فيا، هذه كاع ما عنديش، هذه كاع ما عنديش. يقولوا بلي حتى كل واحد يدي حقه، كل واحد يدي حقه. هل هو سر النجاح علي بن شيخ حسب رايك يا عبد الحق بن شيخ على مستوى فريق اتحاد العاصمه، عدم التفرقه بين اللاعبين وانه اللاعبين يشوفوك بانك ما تظلمش وانك تلعب لو بلو ميريتون؟ بيان سور دوان اون بارتي تاع النجاح الكومبورتمون هذا، لي جوار يحبوا يكون عندهم مدرب جوست وسيرتو عنده شخصيه واللاعبين كاع يدير لهم قدر دو لا ميم مانيير كاع. هذا هو الدور تاع المدرب. ميرس اوتر شوز. الدوزيام دي شوز ميم لو كان يكونوا فيك هاد الشيء هذا وما تعرفش تدرب يوليو اللاعبين كيجيو تولي شغل ان فاردو باسكو لي زيكزارسيس لا مانيير دو ترافاي كدا كيوليو اللاعبين يجيو كافيك بليزير افيك جوا. انت كوريكت صح كوريكت افيك ريس باسكو لي جوار معاش يعيشوا معاه يقصروا معاه يعرفوه بلي راهو جوست، بصح من بعد تبقى هذيك زوج سوايع في الخدمه. هنا لي بليز امبورتون اسكو راضيين بهذيك لا مانيير دو ترافاي، كيف كيكون لاعب فرحان وجاي بلا جوا هذيك تولي له اونكور بلوس تري امبورتون، يولي يخدم اليز يولي يخدم سيريوس وقتها فرحان. اي حاجه تكون فرحان بها والو ديرها مليح. هل ما تشوفش علي بن شيخ انه حتى قالها هو في احدى الندوات الصحفيه، قال عندي انفيستير نظيف، ما كانش يعني لاعبين ربما كامل يمشيوا في نفس لافوا، ما كانش الخلاط هذاك اللي ما يلعبش واللي يلعب، ما كانش هذيك لازيزاني في داخل الجروب. سي امبورتون دون ان جروب تكون الحاله يعني صافيه. هذه صفه سي لونترينور واللي معاه بيان سور اللي يديروا هذا الشيء، ما يديرهاش واحد اخر. كاين سيرتان زونترينور لو كان هما جاو حكموا على بلاص دو بن شيخه هذيك لا ليست تاع لي ربعه اللي يتحاوزوا ممكن كانوا يمشوا يطبقهم ويحاوزهم، فهمني؟ صح. بصح المدرب لا ما قال والو، قال لهم خليهم نشوف. كي شاف في لي ماتش التدريبات شاف بلي هادو احسن من هادو، عاود رجع امور البلاص تاعها. دونك لي جوار يشوفوا بلي اولدي هذا كان ليبيري لقى روحو تيتيلا باسكو يسيدوني افل، عاود رجع كل حاجه لبلاصتها المكان المناسب لي كيفاش يقولوا رجل مناسب رجل مناسب في المكان المناسب في هذه افريكا. جيب بركو لي زونترينور وروحوا البريزيدون هذيك ما كاش قاعيتك. ولي هذا اللاعبين شافوا بلي عاود سقم الامور لا فاسون de diriger les entraînements, le groupe des joueurs, comportement تاعو معاهم كيفاش يقصر معاهم، ما دارش لا ديفيرونس entre le remplaçant et le titulaire parce que في الفوتبول tout le monde est titulaire, tout le monde peut être remplaçant aussi. صح. Donc c'est ça le football. خلينا نروحوا المجيء لفريق اتحاد العاصمة وكيف كاد يغادر النادي بعد خمسة أيام. يكشف عبد الحق بن شيخة في تصريحاته لقناة الهداف أنه كان يفكر في الذهاب بعد خمسة أيام فقط. اون انيكدوت، نهار جيت له اسماء لو بريمي ماتش اللي عندهم في بسكرة، مشيت سوبورتير باش نشوف والله العظيم والله جاي طالع تريبين باش نشوف يعني كيش الناس ما تبغيكش ما يحبوكش وما يعرفوكش. انا 20 طون برا على الجزائر كيفاش ما يعرفونيش الناس شكون انايا. جاي طالع تريبين جاي طالع يديا في الجيب
ايوم بعد قلت بالك راح يصفقوا عليا، قلت نحي يديا ما تجيبش تجيني سهله باش نصلي بالله العظيم. غير تو لو ستاد يا بن شيخه خلي يماك ما يماك والله العظيم والله. غير على شنو غلطني الدروج ما قدرتش نطلعهم يعني قلبي هكذا قلت بلادي يا صاحبي هذه بلادي هذه كيفاش الناس وهذو ولادنا صغار ما يعرفونيش يتلقوني في الزنقة ما يعرفونيش ويجي يشتمي هكذا برا وين يعرفوني انا يشتمك هكذا بطريقه والله تسمى مدبره مدبره طول المدرة طول الاستاد ماشي واحد ولا طول الاستاد كنت راح نروح في خمس ايام الاولين والله انا ما اشوف انا مدرب فانتازي سا فيدير ماشي على ديال الصالير نبقى مهبط ودنيا وين نمشي ما تمشي انا ما يمشيش معايا ريزلتا نفرح لي ديريجون انا اللي نقول لهم نروح ما نقول لك يعني مت ونزيد نقول انا في اليسما راني بورتون مرتاح وداروا فيا ثقه لي ديريجون هادو امنوا بك كسوا يقولوا الناس اللي بغاو داروا فيا ثقه باش دخلوني للكلوب ويعطيني كارت بلونش وندير اللي نبغي ونبريباري زعما في اسمو انا داير معاهم اسمع لي مليح واش نقول لك داير معاهم انا فنو واش يقول لافنو يقول اذا ما عجبكمش الحال نكمل منا الجوان اذا ما عجبكمش الحال فيا تليبريوني بدون مقابل والله اللي هو والله لا تعويض بنروح الفيفا والله اللي هو والله جبريل مصدقك والله ولا ما عجبنيش الحال انا نروح السلام عليكم. واضحه الامور صعب جدا باش تكون مدرب في الجزائر سي تحسوا تكلم بحرقه سامي العماري قال انا دخلت نلقى سطات كامل يسب لي في الوالده رحمه الله عليها قال لك وقال لك طون ابري سان جور كنت حاب نكيتي في وشفت من انقسامات خاصه بين الانصار بين الاداره. شوف رضوان ليس من المعقول كمام كي تجي دون ان كلوب وبعد او بوت 5 جور تقول تروح باسكو جوست كي ان جروب دو سوبورتور فول دير كاريمون تو انسولتي. انا اظن سي سي كمام ماشي ابري 5 جور اللي كان حبير على جال لي سوبورتور هذاك لي سوبورتور قال بلي سبوني يتبع في البدايه قال لك رحت نشوف بسكره اليسما في بسكره اي هذيك هي سيتي لي 5 بريمي جور نو نو كان سوبرفيزور في هذاك المقابله نشفى ما كان ما دخلش في البون ما كانش في البون حتى الماتش دابري باش وبعد خمس ايام ابري اي دونك سي 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 اكستريم ولكن الناس كاع تشفى بلي هذيك في هذيك الفتره اتحاد العاصمه كان يفوت بمرحله حالة صعبة جدا كان طلاق يعني عنيف بين لي سوبورتير ولا لا دي ديريكسيون والكل يشفى واش صرا في ملعب دار البيضاء بن شيخة جو بونس خلص تكاليف تاع هذيك الحرب هذيك القطيعة بين لي سوبورتير ولي ديريكسيون مي انا جنشفى اوسي باللي مع النتائج لي سوبورتور وقفوا مع بن شيخه هذه سي نورمال كيكون النتائج اي سي تادير كو لي سوبورتور اون رابيدمون كومبري كيل يافي فالي فير لا ديفيرونس بين لا ديريكسيون دو كلوب وبن شيخه هذه ثاني لازم يفو روندر اوماج او سوبورتور كي اون اكومباني بن شيخه باش يحقق النتائج تاعو وتغطاو على الامر اللي كان عندهم تغطاو مع الامر اللي ما عندهم على ديريكسيون سا اوسي يفو سولوني نو هو ما قال هو لا ما مانيش نهضر اه داكور بن شيخه اذا نروحوا لي دائما ما تفضل نقول كلمه هنا هي وكي تكلم قال لك سي تو لو ستاد ستادير تو لي سيبورتور دو لوسما لا مش لوسما هذوك سي لي سيبورتور تاع بسكره اللي كانوا تما هما لي ريسيفور نو كيف كيف يا في دو سيبورتور تاع لوسما سي سي تي سولمون تاع بسكره تاع لوسما يريبونسي وبتصفار ماشي سكتوا ما شفناهاش دونك يا في لو لي سي هذايا مي المفيد ماهوش لتماتيك واش عليه بن شيخه بروبليم يافي ان بروبليم بتات كيما قلت ديريكسيون سيبورتور جو نسي با كوا الحرب الحرب هذاك من هو ان با بيي سا واش وشنو نجم نقول له انا شاركت شويه في هاد لا فيكتوار هادي لا لا رضوان صح قالها بزع هو قال لك بلي بن شيخه كان حاب يروح وانا جا ما قصرت معاه مليح قلت له بالك تروح وري لهم واش تكون مي سي سكيل فالي فير جوستومون هو مي سي جوستومون سكيل فالي فير وما تروحش وري لهم واش تكون هو اكد هذا الكلام والحمد لله باش نقصروا سي بور سا قلت لك ليس من المعقول وبود 5 شهور تروح ليس من المعقول سي ان اونترينور اللي
تعرض كومام. قال لك انا حسيت روحي بلي تحقرت في بلادي في كثير من المرات. قال لك هادو الناس 20 سنه ما خدمتش في الجزائر ما يعرفونيش هاد لي جان باش تدخل انت الملعب يشتمك كل الملعب. تغيدك تقدر تعاود تروح ما تجيش تولي خلاص لهاد البلاد. تقدر يا اردوان يا اردوان ياك رانا بالمكشوف نكونوا صراحه. اعطيني انسان راهو محترم في ستادون الجيري. اعطيني واحد ما تنشتمش في دون زان ستادون الجيري. لا الجميع ماذا جرى مع مصطفى مرجان تو متنا اون الجيري شوي ديزولي. ستاد ديفوني ان دي فولوار اي ديفوني دي فولوار صافي با دي فولوار بيان سور الناس كاين الناس ما تفرز بين شيء وشيء اخر من الستاد يصراو جميع الاشياء في الستاد غير الاشياء المليحه. نو اي فول دير وسي. نعم خلينا نروحوا لتصريح الموالي يتحدث فيه على ما حدث له اون جينيرال حتى مع وسائل الاعلام خاصه بعد الهزيمه امام المغرب في مراكش. نستمع لعبد الحق دائما في هذا التصريح.